أهلا بيكم في اختار كارت. موضوع النهاردة للعلاقات، سواء ثلاثية سواء متباعدين منفصلين كراش، هنشوف طاقة الحبيب ده اللي انتم حطيتوه في بالكم. قبل ما نبدأ القراءة بدي أو عاوزة أعمل ملاحظة وأعتذر منكم لإطالة في الملاحظة. أول نقطة، في ناس كتيرة بلقاها تحط تعليقات تحت فيديوهات منزلاها بس مثلا امبارح أو أول امبارح، بتقول إن الفيديوهات دي قديمة وإحنا عاوزين فيديوهات جديدة. يا بنت الناس، شايفة الديكور؟ الديكور ده أهو قدامك، تمام؟ المانيكير، اللبس اللي أنا لابساه ده قديم؟ دي حاجة يعني لبستها السنة من السنة اللي فاتت وعملت نفس الفيديو بنفس الهدوم وبنفس المانيكير وبنفس الأساور وبنفس الديكور؟ يا بنت الناس ركزي قبل ما تكتبوا هذا النوع من التعليقات بتاعكم. ركزي ان الفيديو جديد مش قديم، تمام؟ دي اول نقطة. تاني نقطة، حتى ولو كان الفيديو قديم، تمام، حتى ونعتبر ان الفيديو قديم، مين اللي درس الترو، انتم ولا احنا كقراء ترو؟ احنا بنعمل قراءة عامة، طاقة زمنية مفتوحة، طاقة زمنية مفتوحة، أي وقت بتشاهدوا الفيديو ده زي الفيديو اللي هنعمله النهاردة طاقته مفتوحة، أي وقت بعد 10 سنين تشاهديه الطاقة بتاعته مفتوحة هتنطبق. إذا حتى في موضوع أو فيديو منزل قديم مش معناه إنه خلص المعلومات اللي فيه ما تفيدش حد، لأ، أنت شاهدتيه الفيديو والقناة مش مفتوحة لك أنت لوحدك. في ناس ربما جداد هيشتركوا في القناة ما شافوش الفيديو ويشوفوا الفيديو ويشوفوا طاقتهم فيه. فمن فضلكم قبل ما تعلقوا على أي موضوع ركزوا كويس انتوا بتقولوا ايه، لأنكم كده انتم يعني متشجعوناش اننا بنعمل لكم فيديوهات اللي انتم عاوزينها، تمام. ندخل في موضوع النهاردة واعتذر عن الإطالة في المقدمة. الاختيار هيكون حسب طاقة أول حرف من اسم الحبيب، المجموعة الأولى الأحرف اللي قدامكم من ألف لصاد، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زين سين شين صاد، أو اختيار الشمعة الذهبية دي، تمام. المجموعة الثانية باقي الأحرف من ضاد لياء طاء ضاد ضاد عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو وياء، أو اختيار الحجر الأخضر ده. لكم مهلة للتفكير والاختيار سواء بالأحرف سواء بالأحجار. وأهم حاجة اللي تنطبق بها القراءة إنه تتبعوا الحدث بتاعكم وتشوفوا إيه الحاجة اللي جذباكم أكتر، الحجر أو الأحرف. يلا اختاروا عشان نبدأ الموضوع بتاعنا. يلا نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى، الأحرف قدامكم، تمام، أو اللي اختار الشمعة الذهبية دي أهي قدامكم كمان. أول حاجة هنعملها ندور على الطاقة العامة بتاعتكم انتوا الاتنين، عاملين ازاي عامة، عاملين ازاي أيها أصحاب المجموعة الأولى. هندور على صورته، صورتكم والصورة اللي قبليها والصورة اللي بعديها عشان نشوف الطاقة العامة عاملة ازاي، بعدين ندخل في الطاقة الرئيسية بتاعت الموضوع. يلا اهي طاقتك انتي، نشوف طاقة الحبيب. مستخبي فين؟ هنجيب قرارك. جوسسة على الحبيب، تفاصيل العلاقة ما بينكم عاملة ازاي؟ يلا بصوا، غالبا 90% منكم يا اما عايشين في علاقة ثلاثية يا اما حاسين انه في طرف ثالث والحبيب بيخونكم، دي طاقتكم انتم. في البعض منكم الطرف الثالث ده يا اما طرف من اهله يا اما طرف من اهلك،
ربما متدخلين في شؤون حياتك، مش سايبينك تعملي أي حاجة مع الحبيب ده، أو فيه رفض من أهل الحبيب، حاجة زي كده. في طرف تالت متدخل ما بينكم أنتوا الاتنين، وأنتم في الطاقة دي بتفكروا إزاي الطرف التالت ده يقدر يخرج، عفوا، من الارتباط اللي أنتم يعني فيه. طاقة الحبيب هنا، ما تقوله طاقتكم تؤكده طاقة الحبيب. بصوا، في حيرة، في دوامة، محتار ما بين 3 أشخاص، حاسس نفسه إنه في طرف من الأطراف اللي هو في علاقة معاه مش قادر يوصله، زي ما لو كان في متاهة، تايه. هنشوف الطرف ده اللي هو مختاره وبيحبه ومنجذب ليه مين، هل أنتم أو الطرف الثالث. وغالبا الحبيب هنا داخل في عزلة، أو البعض منكم في تباعد، في صمت، في برودة، حتى ولو كنتم عايشين في نفس البيت، في برودة في التعامل، ما فيش كلام كتير، ما فيش يعني إحساس على إنه في مشاعر أو حنية أو احتواء. دي طاقتكم أنتم الاثنين. نيجي دلوقتي نشوف طاقة العلاقة ما بينكم عاملة إزاي. سنضيف 3 أوراق للأوراق بتاعكم ونشوف طاقة العلاقة عاملة إزاي. يلا، كارت أول، كارت تاني أهو، وكارت ثالث. سنخلطهم كمان مع بعض عشان نشوف طاقة العلاقة ما بينكم أنتوا الاثنين. أنتوا حتى طاقة العلاقة فيها طرف ثالث للبعض منكم، مش كلكم يا جماعة الخير، دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، ففضلا وليس أمرا خدوا الحاجة اللي بتمشي في حكاية حياتكم وسيبوا الطاقة التانية لناس تانيين. إذا شفتوا الطاقة دي مش بتاعتكم، بصوا على الاختيار الثاني أو المجموعة الثانية. طاقة العلاقة هنا، البعض منكم أنتم اللي واخدين جنب، مش عاوزين تتواصلوا أو تتكلموا مع الإنسان ده، زي ما لو كنتم اتخذلتم منه، مش عاوزين تبصوا في وشه، مش عاوزين تتعاملوا معاه، ولا خذلان جواكم يعني بيتطلب حاجة تطفي النار اللي جواكم. في جراح جواكم أنتم، وفي مسألة فلوس ما بينكم أنتم الاتنين. أقول لكم فلوس ما بينكم، أقول لكم في مسألة تباعد، والشخص ده بعيد عنكم، يقول لكم إنه ربما أنتوا في علاقة عاطفية مش قادر يرتبط بيكم عشان هو مش جاهز وما عندوش فلوس وما بيشتغلش ومش عارف إيه، وكل يوم بيقول لكم على حواراته على قصة زي كده. البعض منكم العلاقة بتاعتكم واقفة على طلبكم من الحبيب إنه يطلق مراته عشان يتجوز بيكم، وهو بيتحجج لكم إنه مش هيقدر ينفصل مع مراته بسبب متاعب ومشاكل قضائية أو متابعات قضائية، هيكون مش هيكون هو قد يعني قدها، هيكون عنده مصاريف وحاجات زي كده وهو ما عندوش الفلوس عشان يواجه كل ده. فأنتم دلوقتي زي ما لو كنتم فقدتم الأمل من الإنسان ده، لأن البعض منكم هنا دخلتوا فضول بس مش عشان تعرفوا أي حاجة. دي كانت طاقة العلاقة ما بينكم. تعالوا نشوف طاقته في علاقته معاكم، بيفكر في ايه، ناوي على ايه، هل هو ندمان على اللي عمله معاكم، هل هو عارف انه اللي بيحصل له هو نتيجة ظلمه ليكم. طاقته عنده رغبة في الرجوع، بيحبكم وعاوز يتواصل معاكم، وغالبا بيفكر كتير في احداث حصلت في الماضي، في موقف حصل منه، وخاصة للمنفصلين في موقف حصل منه خجلان او مكسوف من نفسه مش قادر يواجهكم عشان ما تقعدوش. قلتلكم او الشخص ده عاوز يرجع. بصوا، بيحبكم جدا الشخص ده،
وزعلان جدا، زعلان جدا من اللي بحصل، بيفكر يهديكم بحاجة. قلت لكم تعبان وزعلان، زعلان من نفسه على اللي عمله اهو. بصوا الكروت بتشرح لوحدها، الكروت بتشرح لوحدها. بصوا كارت المون وده هيروفانت. الحبيب ده عنده زي ما لو كان فيلم بيتكرر في دماغه، موقف بيتكرر في دماغه، بيفتكره دايما، حاجة حصلت في الماضي. للبعض منكم الشخص ده عنده أزمات حصلت له في الطفولة، أزمات هو دلوقتي يعني بيعيد التفكير فيها، بعيد اللي بحصل في حياته في السنين اللي فاتت، حتى قبل ما يعني ما يكون في علاقة معاكم. والشخص ده بيشوف ايه نتيجة التصرفات بتاعه، ايه اللي حصل، يعني ايه اللي حصل تحصل عليه قصاد الحاجات اللي كان بيقدمها بالتفكير اللي كان عنده زمان، لانه في ازمات في صغره اتعثر بيها الشخص ده. ايه الازمات دي؟ ايه هي الازمات دي؟ قلت لكم Ten of Wands. الشخص ده غالبا اتحمل المسؤولية وهو صغير، اتحمل مسؤولية اسرة، مسؤولية اب مريض، مسؤولية ام تعبانة وابوه متوفي، مسؤولية اخواته، اتحمل كتير. كان فاكر انه اللي بيعمله ده هو الصح. هي مش يعني مش كويس ان الانسان يقف مع اسرته ومع اهله كل حاجة، لكن الشخص ده كل اللي عمله في ماضيه كان للناس مش ليه هو. كان دايما بيبحث لسعادة اخواته، سعادة امه، سعادة ابوه، سعادة اسرته، اسعاد الناس بيقولوا ايه ما بيقولوش ايه، دايما متحمل مسؤولية غير مسؤوليته، ومزنوق، مزنوق في عادات وتقاليد. الناس هتقول ايه، ما تقولش ايه، انا لازم اتصرف كده، لازم دايما الناس تشوفني كذا وكذا وكذا. وهو دلوقتي في حنين شديد جدا لوجودكم في حياته، لانه شايف انه علاقتكم ووجودكم في حياته هو اللي غير من شخصيته، هو اللي فتح عينيه من اللي كان بيعمله. وانتم اكدتوا له مقوله ارضاء الناس غايه لا تدرك، وهو كان طول حياته بيدور على انه يسعد الاخرين على حساب نفسه. بيتمنى انه يشوفكم حتى في الحلم، عاوز يحلم بيكم، عاوز يشوفكم، عاوز يرجع الاوقات الحلوه اللي كانت ما بينكم انتوا الاتنين. وعارف وندمان، ندمان ندم شديد جدا عليكم، لانه عارف انكم انتم كنتم اكتر عطاء في العلاقه، اكتر حب في العلاقه، اكتر حنيه في العلاقه قصاده هو. بصوا الكوبايتين بيختلفوا على بعض، فانتم اللي كنتم زي حمامة السلام دي اللي دخلت لحياته. حبكم ده ما كانش مقدره وقت ما كنتم انتم مع بعض، بالعكس عرف قيمتكم بعد الانفصال اللي حصل ده، او بعد اللي حصل ده ما بينكم. اللي حطت نيتها على كراش الشخص ده مش قادر يعمل خطوة من ناحيتكم، لأنه عنده أزمات من الماضي مش قادر يفك منها، مش قادر يخرج منها، خايف من ردة فعلكم لو يتقرب ليكم تخذلوه، خايف يفصح لكم بحبه ترفضوه. وده اللي تأكدوا كمان الكروت الثلاثة الأخيرة، إنه هو من شدة الندم اللي هو اللي في قلبه بعد ما عرف وفتح عينيه وفهم مقولة إرضاء الناس غاية لا تدرك،
وإنه ساب نفسه واهتم بغيره، دلوقتي أقول لكم هو تعبان ومريض وفي عزلة، وغالبا بيتخانق مع أي حد دلوقتي يكون عكس كلامه. مثلا قلنا هنا في الماضي كان بيسعد أهله، بيكون في خدمتهم، خاص يعني لازم لهم فلوس يدي لهم فلوس، كلام الناس بما يقولوا إيه، يعني الناس بتلوم حد مثلا يشوفوه يعني يمشي أو يتمشى مع ست بره في الشارع أو بيتفسح معاها، الناس بتقول كلام مش كويس، مثلا بصوا دي بتاع شمال ومش عارفة إيه ومش عارفة إيه، وهو هيقول للناس بتقول مش عاوز الناس تقول فيا الكلام ده وكذا وكذا. دلوقتي هو ما بيهمهوش كل الكلام ده، ما يهمهوش كل الكلام الناس يقولوا اللي بيقولوه، لأنه تعب من إرضاء الناس حتى ولو كانوا أهله، تعب لأنه لقى نفسه بيدي 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 في للأهل، وتعبان ومضغوط ومستغني على حريته وعلى رغباته، وفي الآخر ملقاش حد، ملقاش حد لما تعب وزهق ودخل في ديون وكل حاجة، ملقاش حد واقف معاه. فهنا أظهرت له المواقف قيمتكم أنتم، إنكم أنتم كنتم أكتر عطاء ليه، إنه زي ما لو ربنا خلقكم عشان دوركم ينجو من الحالة النفسية اللي هو فيها أو الأفكار السلبية اللي كان بيتعامل بيها الغلط دي. تعبان وعاوزكم ترجعوا، وعاوز يرجعكم، وهو دلوقتي في صدد تغيير من شخصيته. ايه كمان؟ قلت لكم حيران، السيفن اوف كابس، الشخص ده حيران جدا، ذا امبريس، نايت اوف بنتكل. بصوا الكلام اللي كنت بقوله هنا بيتأكد هنا، the nine of cups the five of pentacles and the four of swords، نفس الكارت بيخرج مرتين. بصوا الشخص ده عاوز يحل المشاكل اللي ورط نفسه فيها، انه يرجع لكل واحد مكان في المكان اللي هو بيناسبه، يعني مثلا اخواته دول او الاهل بتاعه لما هيعزوه في اي حاجه المره دي هيقول، هيعرف هيتعلم يقول كلمه لا ما عنديش، لانه هو زمان كانوا لما يحتاجوا فلوس مثلا يروح يستلف يروح يتدين ويجيب لهم، كان مستحمل كتير جدا وموجود في اي حاجه بيطلبوها منه، لكن دلوقتي هيغير من طبعه وهيقول انه ما عندوش فلوس ما عندوش وقت يشوفوا حد تاني، وهيركز كتير في العلاقة بتاعته معاكم، ويواجه العنصر الرئيسي اللي تضرر او اللي كان هو السبب في تزعزع العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين. الطرف الرئيسي ده يقدر يكون أمه، طرف ثالث، حاجة زي كده كانت بتتدخل في أموره وهي ملخبطة له دماغه، لكن هو هيكون متمسك المرة دي برأيه ومتمسك بيكم، حتى ولو كنتم متطلقين هيرجعكم، متمسك بيكم، ودلوقتي بيواجه في أهله أو في الطرف الثالث على أنكم أنتم الاتنين يجب عليكم أنكم تكونوا مع بعض. الشخص ده هل يتوفق أو يتفوق أو ينتصر في التحدي ده ويرجع لكم حقيقة؟ أيوة the six of pentacles. بصوا هنا كان بيدي ثلاث نقود من هنا للإيد دي واثنين نقود للإيد دي،
وهو يسيب لنفسه حاجة صغيرة، لكن دلوقتي هيكون عادل، أو الميزان هيكون عادل، هي أسرة زي ما بيدي لأسرته زي ما بيكون لكم أنتم. فالإنسان ده هينجح على إنه يتفوق على المسؤوليات دي اللي عنده أهو، سبحان الله، ورجعكم للمكان اللي المفروض تكونوا فيها من زمان. أهو الأيس أوف بنتكل، في رجوع، في بداية جديدة للعلاقة بتاعتكم. والشخص ده هينجح على إنه يغير من شخصيته، وسبب تغيير في شخصيته هو أنتم، مش لما كنتم مع بعض، لا، بعد ما اتفصلتم. لأنه كل الكلام اللي كنتم بتقولوه له، ما تسمعش كلام الناس، ما تسمعش كلام أمك، لازم تكون منطقي، لازم كذا وكذا، الشخص ده ما كانش بيفكر بالمنطق، كان بيفكر بتفكير الناس مش بتفكيره هو الخاص. ما كانش بيحلل الكلام اللي كنتم بتقولوه له، لا، هو بالنسبة له عيلته وأمه وطرف ثالث خط أحمر. لكن دلوقتي اتفتحت عينيه وعرف، وهيعرف إزاي يتفوق أو يتغلب على المشاكل اللي كانت سبب الانفصال بتاعكم، ويكون عادل معاكم ويرجع لكم إن شاء الله، وتكون العلاقة مثمرة إن شاء الله. البعض منكم العلاقة هتترسم، والبعض منكم يعني هيكون في حمل تقريبا بعد 10 أشهر كده من الرجوع، هيكون عندكم خبر حمل إن شاء الله، اللي هم متجوزين في علاقة باردة أو متطلقين وهترجعوا مع بعض. دي كانت قراءة أصحاب المجموعة الأولى. نشوف أصحاب المجموعة الثانية، أو قبل كده نشوف الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي. تمام، يلا ما تنسوش يا جماعة الخير لايك للحلقة، مفيد جدا لينا. إذا ما كنتش مشترك اشترك وفعل الجرس. أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، و50%. برج الدلو، برج الأسد، وبرج الثور. 80% برج العقرب، برج الميزان، برج الحمل، وبرج القوس 60%، برج الجدي 60%، برج السرطان 60%. أما الأبراج المتبقية عذراء، جوزاء، وبرج الحوت 50%. شكرا لتواجدكم معنا، دوسوا لايك، علقونا في التعليقات أهم المواضيع اللي أنتم عاوزين نعمل لكم فيديوهات جديدة نحضرها لكم. تمام، يلا نمر لأصحاب القراءة الثانية، اللي أول حرف من اسم الحبيب من الأحرف دي، أو اللي اختاروا الحجر الأخضر ده، أو هنا قدامكم. تمام، ملاحظة بين قوسين، هتكلم زي ما تكلمت مع أصحاب المجموعة الأولى. أصحاب المجموعة الثانية في ملاحظة زيادة على أصحاب المجموعة الأولى. تمام، من فضلكم الديكور اللي انتوا شايفينه هنا، اللبس اللي أنا لابساه، الأساوي اللي في إيدي، المانيكير اللي في إيدي، تمام، مش هي نفسها في كل الفيديوهات، لأنه في ناس بتقول لي أنت بتنزلي فيديوهات قديمة، وأنا فيديو مبارح نازل بنفس الديكور، بنفس المانيكير، بنفس الأساور. جيبيلي رابط الفيديو اللي بتقولوا عليه أنه فيديو قديم. دي أولا. تاني نقطة، عفوا، قارئ الترو لما يعمل قراءة عامة يعملها بطاقة مفتوحة، زمنية مفتوحة، يعني أي وقت تشاهدوا فيه هذا الفيديو بعد 20 سنة، بعد قرن، طاقته مفتوحة. دي تاني نقطة. تاني نقطة، مش لأنك أنت شاهدت الفيديو معناه أن القناة والفيديو مفتوحين لك أنت لوحدك. في ناس جدد هيدخلوا، هيتقع عينيهم على الفيديو ويشاهدوه وحيلقوا طاقتهم فيه. دي تالت نقطة. رابع نقطة، من فضلكم يا جماعة الخير، وعارفة منكم البعض منكم هيضحك، أنا مش متجوزة مع المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، وأنا عايشة معاكم في علاقة ثلاثية، تمام، عشان تحسبوني على الوقت اللي بديه للمجموعة الأولى والوقت اللي بديه للمجموعة الثانية. تمام، أنا مش متجوزة عشان أعمل عدل ما بينكم، ما بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. مسألة الوقت دي بتخص الكروت، اللي تقوله الكروت أنا هتكلم فيه، حاجة ما قالتهاش الكروت ما أقدرش أتكلم فيها. فإذا المجموعة بتاعتكم مدتها قصيرة،
انا مش هنسك قصه من خيالي واقعد ايوه يحبك وهيجي ياتي الفارس المغوار فوق حصانه الابيض يجري والسماء زرقاء وعصافير تزقزق. يعني عاوزين اقول لكم ايه اكتر ما بتقولوا الكروت؟ اهتدوا بالله يا ناس، اقسم بالله بنشوف ملاحظات العقل بيكتب خطأ. وبعتذر عن الإطالة في البداية، بداية المجموعة بتاعتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للحلقة، وإذا ما كنتش مشترك اشترك وفعل الجرس. يلا أصحاب المجموعة الثانية هنشوفوا طاقتكم وطاقة الحبيب عاملة إزاي. أو أنا بهتم بالتعليقات بتاعكم، يعني بيقول لي مدير القناة كل التعليقات الجميلة اللي علقتوها، أشكركم جدا من قلبي، وربنا يسعدكم ويفرح قلبكم، لأنكم زي ما بتسعدوني وتدعوا لي بكل خير في التعليقات بتاعكم، أنا كمان بدعي لكم بكل خير. إن شاء الله ربنا يفتح في بابكم، في وشكم باب الخير، باب الرزق، باب الصحة والعافية. اللي عندها عيال ربنا ينجحهم وربنا ينصرهم ويسترهم، وربنا ينزل رحمته عليكم ويستركم ويلبسكم لباس العافية، آمين يا رب. والناس اللي قاعدة تقول كلام يعني بالمجموعة أطول من مجموعة ومش عارفة إيه، اهتدوا بالله. يعني حتى أنتم، حتى ولو كانت إجابتكم طاقة سلبية، تعليقاتكم طاقة سلبية، فبرضو مهتمة بتعليقاتكم وبرد على كلامكم. يلا، وكمان اللي هتتكلم في التعليقات وتقول لي اخدت وقت طويل في الملاحظه، هعمل لك الفيديو التاني كمان الملاحظه بتاعتك. معتذر والله العظيم. المشتركين بتوعي بيعرفوني يعني هيضحكوا حبايبي، ربنا يخليكم لينا ان شاء الله. يلا انت عاوزاني اشوف طاقتك ازاي وانت مستخبيه كده اهو، طالعه لي من البئر كده، طالعه لي من البئر ليه؟ قاعده لي مستخبيه، لما سمعتي بالقراءه نطيتي كده. ربنا يسعد قلبكم. يلا اصحاب المجموعه الثانيه. يا اختي عليك، يا اختي عليك، يا اختي عليك وعلى حبيبك ده. الحبيب ده انسان عنيف، انسان نرجسي، عنده ردود فعل مش كويسة، وغالبا طاقته طاقة أسحار. بصوا، أسحار نارية، أسحار علوية، أسحار مختلفة. والإنسان ده مغرور بنفسه، وفوق ده كله إنسان بخيل، إنسان مغرور بنفسه، إنسان بخيل، طاقته مش عجباني، طاقة مش كويسة خالص. الانسان ده بياخد الحاجه لما يكون عاوزها بالعنف، ما عندوش سياسه انه الانسان يكون حنين ولطيف، لا، بياخد الحاجه دي بعنف. وغالبا الشخص ده للبعض منكم يا اما هو في قضيه في المحكمه اتحكم عليه بالسجن، او هو بيمر بمشاكل في القضاء بتخص مشكله ما ولسه ما اتحكمش فيها. للبعض منكم، مش كلكم يا جماعه الخير، عفوا، القراءة دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، فخذوا الحاجة اللي تمشي بسكة حياتكم وسيبوا الحاجة التانية. إذا ما انطبقتش معكم الطاقة شاهدوا الفيديو أو المجموعة الأولى. أنتم هنا بصوا كده هتتحكي قاعدين كده في البيت، ماسكالي وشك كده زي اللي بتفكر كده، خدها على خدها، حاطين ديك كده على خدك، وتقولي هو فين؟ بيعمل ايه؟ اصل عمل لي، اصل قال لي، اصل قلت له، اصل لو امسكه بايدي هخنقه، هطير زمارة رقبته، اصل كذا، اصل كذا. بعدين والله وحشني. يعني انتوا طالعين نازلين بالتفكير السلبي الايجابي، سلبي ايجابي، مش عارفين نفسكم اصلا عاوزين ايه، وجايين عندنا عاوزين نعرف اعرفكم انتم عاوزين يعني ازاي يعني؟ والله العظيم بصوا كده، أو أنتم قاعدين تفكروا لوحدكم في انعزال، طالعين نازلين نازلين في غموض، طالعين في وحشني مش عارفة إيه، مش عارفة إيه، بس بيحبني، بس أصله مش عارفة إيه، بس بعدين تزعلوا
اصل في سحر تفريق، اصل مش عارفه ايه، اصل خنقني، اصل عمل لي، اصل كذا واصل كذا. طالعين نازلين، طالعين نازلين، طالعين نازلين. دي طاقتكم اصحاب المجموعه الثانيه. نشوف طاقه العلاقه ما بينكم انتوا الاثنين. يلا طاقه العلاقه، سنضيف 3 اوراق للاوراق بتاعكم. إن شاء الله طاقة العلاقة تكون كويسة. يلا سبحان الله، المجموعة الأولى، في ناس من المجموعة الأولى استمرت معانا في المجموعة الثانية. يا لئيم، وهنا نتوقف قليلا زي ما بيقولوا، وهنا نتوقف قليلا ونركز. 50% منكم أو 40% منكم أنتم في علاقة غرامية أو عاطفية مع رجل ينوي لكم الشر، فردوا بالكم جدا جدا جدا. إنسان لئيم طمعان فيكم على حاجة معينة، وبعدين ياخد الحاجة دي ويسيبكم وفل. عشان كده كانت طاقته إنسان لئيم، إنسان عفريت. الإنسان ده بيفكر يرجع لكم في العلاقة، هو طاقة تفكير. الشخص ده أقول لكم أخد منكم فلوس أو طمعان فيكم في حاجة، ربما طلب منك كل احتراماتي يعني تروحي معاه للبيت تعملوا هشك بشك كده يعني، وانت رفضتي. فهو مش متقبل او مش مستوعب ليه، ازاي انت ترفضيه؟ ايوه ازاي ترفضيه انت يعني؟ ازاي؟ الراجل ده خبيث جدا. حتى ولو كنتم متجوزين الراجل ده خبيث جدا. اذا كنتم متجوزين مثلا ومتباعدين او في علاقه بارده، يقعد مثلا شهرين ما يكلمكيش ودايما يعني رافع بوزه عليكي ومش معبرك اصلا. لكن لما تيجي في مصلحته يتقرب ليك بحذر وينوي غدرك بعدين. اقول لك عاوز يمسك عليك حاجة دليل مادي ضدك، اقول لك عاوز يستغلك في ورث جالك او حاجة تملكيها، هو بيحوم حواليك عشان يستغلك في الحاجة دي. الانسان ده ردي بالك مالك منه، سواء انت متجوزه معاه سواء في علاقه عاطفيه، خدوا الحذر من الشخص ده. هنشوف دلوقتي يلا تلك 10 اوف بنتكل والباب مغلق. بصوا الباب مغلق وال10 نقود، والنقود عليها عيون. بصوا قلت لكم ردوا بالكم من الشخص ده، ده عاوز يغدر بيكم او غدر بيكم اصلا اهو، وانتم في حالة مراقبة. بصوا ازاي ماسك السيف في ايده وبيراقب فيكم. Five of Wands. الشخص ده دايما يختلق لكم مشاكل، دايما يقلب الترابيزة عليكم. اهو الانسان ده مصلحجي بكل احتراماتي يعني، ما تزعليش من القراءة، القراءة جت كده يعني. من الاحسن تعرفي الحقيقة ولا تعيشي في خيبة امل وفي غلط وتندمي عليه بعدين، تعيشي في كذبة وبعدين تندمي عليها. والشخص ده بيخونكم مع حد تاني إذا ما كنتوش أصلا في علاقة ثلاثية أو رباعية. الشخص ده خاين، خاين الأمانة، خاين الإنسان نرجسي بيقلب الترابيزة عليكم في كل ما تكون يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أو الأيس أوف بنتكل،
بس بصوا الدخان اللي خارج من ايده، هنشوف المشكلة دي هي ايه. الكوين الا الامبريس، اكليروز دو ميروار. بصوا هنا اختلاف اللبس بتاع الست دي، هي هنا لابسه بني على ابيض، هنا كله ابيض، اختلاف الوش ده مع الوش ده، تمام. وهي زي ما لو كانت مستعده ل يعني حفله تنكريه. الشخص ده ما عندوش ضمير ولا عنده قلب، وفي حاله بيراقبكم، في حاله مراقبه، اقول لكم بيراقبكم على مواقع التواصل الاجتماعي، يتربص بيكم عشان يعرف اذا كنتوا في علاقه مع حد تاني. عاوز الشخص ده عاوز يسيطر عليكم سيطرة الإمبراطورة على الشعب بتاعها، مش عاوز أي حد يحوم حواليكم عشان ما يفتح لكمش عينيكم على الخيانة بتاعته، لأن الشخص ده حقيقة أو الـ Nine of Wands، الشخص ده حقيقة يعني إنسان طماع غدار غدار وخاين، واصلا هو في علاقه ثلاثيه وبياخد يعني بيعمل مشاكل معاكم كلكم، هو يعني الحاجه اللي بيدور عليها مصلحته بس. لكن الكارت ده بيأكد ان الشخص ده الفور اوف كابس، الفور اوف ميرور، الشخص ده غالبا بيتعامل بالاسحار، فعشان كده انتم ما بتشوفوهوش على حقيقته، دايما مغرمين بيه وشايفينه على يعني بوش تاني، دايما شايفينه بوش تاني. وغالبا الشخص ده ما فيش حاجة بيعملها إلا وإذا كانت مصلحته في الأول، في سحر طاعة، في سحر جلب. أناني جدا الشخص ده، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعتذر عن المعلومات دي كلها. أهو بيخطط، قلت لكم أهي ست بترسم في النجمة على الرمل، على الرماد ده، بيحضر يعني بيحضر لكم لحاجات ويخطط. أهو قلت لكم سحر مقابر، وغالبا الشخص ده بيعمل كتير. أقول لكم يروح للمشايخ يشوف قراء طرو عشان يعرف يوصل لمبتغاه إزاي، ويعرفكم أنتم بتفكروا في إيه وبتعملوا إيه. الشخص ده واقف وراكم وراكم وبيراقبكم بشكل فظيع، بيمثل عليكم الحب. زي ما بتشوفوا الست دي بتتمكيش في المراية دي، لكن صورتها في المراية مختلفة على حقيقتها، تمام؟ فهو بيديلكم وش مش وشه، بيعمل نفسه بيغير عليكم، مهتم بيكم ويراقبكم ومش عارفة ايه، عشان انتوا تقولوا ايوة بيحبني وعاوز يرجع لي وكذا وكذا، عشان هو بيخطط لكم على حاجات مش كويسة. اهو الشخص ده عارفين في شخصيته عامل ازاي، هو انسان نرجسي، ربما قطع علاقتك مع اصدقائك مع عيلتك عشان يقدر يتحكم فيكي زي ما هو عاوز. فقلت لكم الشخص ده اي مشكله تحصل يقلب الترابيزه عليكم. فمثلا تقولي له ايوه انا مسكتك بتخوني وكذا وكذا وكذا، مش هيقول لك ايوه انا خنتك وبعتذر، لا هيقول لك ايوه انا خنتك لانك انت كنت مقصره في حقي، انت ما كنتش تلبسي لي او تقولي لي او حنينه معايا، ولو كنت بتحبيني ما كنتش رحت بصيت مع ست تانية. دايما بيحط اللوم عليكم انتوا 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 انتوا، لانه في هنا بعض منكم مسكتم عليه خيانه الشخص ده، وبيقلب الترابيزة عليكم كتير. اهو جاجمنت، ال 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 ال
استغفر الله. judgment هنا الخير ضد الشر. أعماله كلها شايفه هو بالنسبة له حاجة كويسة، لكن أعماله كلها هتنقلب عليه هو بالذات، زي ما لو كان القراءة بتاعتكم كارما. سبحان الله، أهو قلت لكم الأعمال بتاعه دي الشيطانية هتنقلب عليه أهو، وغالبا زي ما قلت لكم الشخص ده هيدخل السجن بسبب نزاعات أو خصومة أو صراع، أو يعني يعمل عركة مع حد كده ويتخانق معاه ويوصل للسجن ككارما، ربنا ينتقم منه على اللي عمله فيكم واللي عمله كمان في الطرف الثالث. للأسف الإنسان ده ما بيحبكمش، إنسان نرجسي ومش ندمان على اللي عمله، لأن النرجسي عمره ما بيندم على أفعاله مهما حصل له، تحصل له كارما ما تحصلوش كارما ما بيندمش على أفعاله. للأسف دي كانت قراءتكم أصحاب المجموعة الثانية، أرجو أنكم ما تزعلوش من القراءة. نشوف دلوقتي أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي: 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج العذراء، برج الجوزاء، وبرج السرطان. أما 80% برج الميزان، برج القوس، وبرج الجدي. 60% برج الثور، برج الأسد، وبرج الحوت. 50% برج الجدي، برج الدلو، وبرج العقرب. ما تنسوش يا جماعة الخير لايك للحلقة، وإما إذا كنتش مشترك اشترك وفعل الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.